الفقرة الأخيرة قبل أن نودعكم، فقرة المركز الإعلامي، أخبار الأندية من المراكز الإعلامية. في الشباب، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مساء اليوم استعداداته لملاقاة نادي الوحدة مساء غد الثلاثاء. شهدت التدريبات حضورا إداريا تمثل رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ خالد البلطان وعددا من أعضاء مجلس الإدارة. في الاتحاد، احتفى أعضاء الفريق الكروي الأول بمدير الاحتراف بالنادي الدكتور منصور اليامي بمناسبة عودته لتأدية مهام عمله بعد زوال الظروف الخاصة التي مر بها في الفترة الماضية وأدت إلى ابتعاده. في الفتح، اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح استعداده لمواجهة الفريق الرائد، وشارك المحترف الأردني شادي أبو هشش في الجزء اللياقي. الجبال يقول أن مثل هذه المباريات تعتبر من المباريات التنافسية كون الفريق المقابل بنفس إمكانيات فريقه الفتح. في الهلال، ينظم نادي الهلال يوم غد الثلاثاء حفل تقديم اتفاقية التعاون التي وقعها النادي ممثلا بسمو الأمير بندر بن محمد المشرف على الفئات السنية بنادي الهلال مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم للإشراف الفني على مدرسة الهلال الكروية لمدة 3 سنوات قادمة. في الأهلي، أنهى الفريق الأهلاوي تحضيراته للقاء هجر بمناورة شهدت تطبيق جمل تكتيكية ثم مران ترفيهي قبل أن يدخل اللاعبون معسكرهم استعدادا لهذه المباراة. ووصف طارق كيال المباراة أمام هجر بأنها قوية وأمام فريق متطور. في الرائد، أدى لاعبو الرائد تدريبهم الأخير مساء اليوم بالأحساء وذلك استعدادا لملاقاة فريق الفتح يوم غد، وتخلف عن مرافقة الفريق الرباعي محمد الخوجلي وعبد العزيز الجبرين وعبيد الشمراني وبندر القرني بسبب الإصابة. في الوحدة، قدم مدير الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة محمد عمر فلاتة استقالته من منصبه في خطابه الموجه لرئيس النادي معللا بعدم استطاعته القيام بالمهام المطلوبة منه تجاه الفريق. وتم تعيين لاعب الفريق السابق والإعلامي محمد الفايز مديرا للفريق الكروي الأول. وصلنا إلى نهاية الحلقة، أشكر ضيفي الكريمين الأستاذ فياض الشمري الكاتب الرياضي والصحفي في صحيفة الرياض، شكرا لك أبو فيصل، يعطيك العافية. شكرا لكم وشكرا لجميع طاقم البرنامج وكلكم تصبحون على خير إن شاء الله، ونتمنى غدا أو صباح، طبعا احنا دخلنا اليوم الجديد اليوم طبعاً، نحتفل بانتصار ثاني لمضر بإذن الله. بالتأكيد، شكرا لضيفنا الآخر اليوم تأخرنا عليه شوي، كان ودنا يكون معنا من بدري نستفيد أكثر من آراءه وحضوره، شرفتنا محمد ودائما حضورك مبهج ومختلف. شكرا لك محمد الصدعان عضو مجلس إدارة الاتفاق. شكرا عادل، شكرا لكم وليلة سعيدة بإذن الله. شكرا لك، شكرا لفريق الإعداد بإدارة عبد العزيز الناجي ومخرجنا اليوم محمد المريبض. غدا إن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة من الملعب، إلى اللقاء.